فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم دعاء ختم القرآن الذي يكون في صلاة التراويح أو في غيرها؟ لا بأس به، هذا من عمل السلف، وقد أقره الإمام أحمد وصلى خلف الإمام الذي يدعو، وهو من عمل السلف. والدعاء مشروع، أصل الدعاء مشروع في الصلاة، والدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.